سؤال، هل صحيح، هل صحيح ان ديناس اللص الجميل قد تقابل مع العائلة المقدسة واخذ الطفل يسوع وحمله واخذ الشال الخاص بالطفل يسوع وقام بغسل الشال فتحول الماء الى مربين فائق السماء فقام بتعبئته في زجاجات وكان يبيعها وكانت اخر زجاجة من نصيب المرأة الخاطئة وبعتها 300 دينار. يا ابني ده كلام بقى يعني ناس فايقين شوية، ازاي جمع الحاجات دي كلها مع بعض؟ كل ده كلام خرافات لا يزيد عن كونه خرافات. بيقول ملحوظة، هذا كلام أب كاهن. الأب الكاهن ده جاب مراجعه منين؟ جاب المراجع منين؟ مفروض على منبر التعليم لا يقال إلا كل شيء صحيح ومؤكد، لكن شوية خرافات زي دي تقال من على منبر التعليم مش صح.